وي فاطمه الزهراء بيوتي الخوت من بعد ما بقيت كنقلب وكنبحث لقيتها الخوت مصوره على الفيديو هذا وحاطها الخوت في تيك توك كتشطحها الخوت وضاربه الدنيا بركله. واش ما ضحككم الخوت البنت هذه اللي فعلا سامح فيها راجلها ومخليها بدار والديها وعايشه الحزن كما كتقول هي وباغا تبدل حياتها ودمر لها حياتها واش الخوت غادي تخرج بحال هذا الفيديو هذا؟ انا حزينه انا مدمره انا مراد دمر لي حياتي ولكن الخوت الا جيتو تقلبوا على الحقيقه وراها باينه قدام عينيكم غتلقاو السيده راه عايشه حياتها هي وخوتها وهذا الشيء بالناس الخوت يعني منكم الناس اللي تيتيقوها والناس اللي كيتعاطفوا معاها هي الخوت قدرت تصغر لك العاطفه ديال الناس ديال الجاليه المغربيه والعاطفه ديال البنات يعني اللي معانا يعني كيسحب مراه فعلا راه شي وحده مسكينه وسمح فيها راجلها ولكن الخوت هذا الشيء راه ما كاينش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المغاربة أخواتي المغاربة مرحبا بكم في فيديو جديد. البنات بغيت نسولكم واحد السؤال وبغيتكم تجاوبوني في الكومنتير. واش لك نتو مجوجين وسامح فيكم راجلكم في دار مواتكم هذه قرن زمارة وكنتو في مرحلة ديال الحمل في الأشهر الأولى واش غادي تخرجوا بحال هذا الفيديو هذا؟ المهم فاطمه الزهراء بيوتي الخوت من بعد ما بقيت كنقلب وكنبحث لقيتها الخوت مصوره على الفيديو هذا وحاطها الخوت في تيك توك كتشطحها الخوت وضاربه الدنيا بركله. واش ما ضحككم الخوت هاد البنت هادي اللي فعلا سامح فيها راجلها ومخليها في دار والديها وعايشه الحزن كما كتقول هي وباغا تبدل حياتها ودمر لها حياتها واش الخوت غادي تخرج بحال هاد الفيديو هذا؟ واضافه الخوت قالت لك راه حامله وفي الاشهر وفي الشهر الرابع يعني الخوت واش غادي تخرج بحال هاد الفيديو هذا؟ انا ماشي عندي نبدا في الفيديو والله الله يزيدها والله يكون معايا والله يخليها ديما فرحانه ولكن ما تخرجش تبقى تكذب على البيبليك وما تخرجش تبقى تكذب على الجمهور المتفرج حيت ديما في الفيديو ديالها شنو كتقول لك انا حزينه انا مدمره انا مراد دمر لي حياتي ولكن الخوت الا جيتو تقلبوا على الحقيقه وراها باينه قدام عينيكم غتلقاو السيده راه عايشه حياتها هي وخوتها وكيديروا فيديوهات نعمه سيدي فاطن غير ما ضايرينش وهادشي بالناس الخوت يعني منكم الناس اللي تيتيقوها والناس اللي كيتعاطفوا معاها هي الخوت قدرت تصغر دوك العاطفه ديال الناس ديال الجاليه المغربيه والعاطفه ديال البنات يعني اللي معانا يعني كيسحب مراه فعلا راه شي وحده مسكينه وسمح فيها راجلها ولكن الخوت هادشي راه ما كاينش. حنا الخوت كنا قلنا واحد الهضره وقلنا اخر فيديو غنصوروا عليكم بالمكناس كان واحد فيديو قبل من هذا ولكن الخوت علاش حتى انا خدعوني وجا انا كان كيسحبني راه بصح دوك الناس غادي يديروا عقلهم وغادي يجلسوا يعني واحد الجلسه ديال الصلح وغادي يتفاهموا اعطابل وغادي يتفاهموا بالعقل وغادي يساليوا هذه المسرحيه هذه وغادي يساليوا هذا المسلسل هذا. ولكن الخوت حتى تنتفاجئ لانه هو خرج واحد الفيديو كيقول لك انا والديا ما بغاوش يمشي معايا هاد فاتي ووالديا ودا الخوت كيقول لي يعني شي هضره اللي بقى كيزكزاك يعني الخوت شي هضره اللي ما مناش عاوتاني خرجت ليا واحد الفيديو وقلت لك داك الشيء ديال الصبح غنخليه وما نهضروش عليه دابا يعني الخوت شي تيشرب شي تيغرب يعني ما عندك منين تشدو وقال لك انا باغا نشوف حياتي وباغا نمشي لتركيا يعني الخوت هذا الشيء ما فهمناش واش نتيا حامله وغادي تولدي وباغا تمشي لتركيا يعني كيفاش غادي ديري حنا راه كنعرفوا البنت فاش كتكون حامله وفاش كتكون ديك مرحله الولاده خاص اما تكون في دار راجلها باش يقابلها راجلها ولا تكون مع الام ديالها باش تقابلها الام ديالها كيفاش غادي ديري تمشي لتركيا هذه هذا الشيء اللي بغينا نعرفوه الخوت. لا جيتو الخوت حضرتو هاد القضيه غير بالعقل بعد اللي تعرفوا هاد المسلسل هذا راه عمرو غادي يسالي راه قلت لكم هاد المسلسل راه غادي يطول اكثر من المسلسل ديال حسام حيني حيت راه بزاف واحد تيقولوا غادي يديروا عقلهم وغبرت عليهم واحد 3 ايام قلت هكاك مع الله وعسى يخرجوا يعني بشي فيديو اللي يكون اللي يوضحوا به يعني ويتصالحوا ويساليوا هاد المسرحيه هادي وحنا نخرجوا فيديو نطلبوا منهم السماحه نقول لهم فعلا كنا غالطين فيكم وسحبنا يعني نتوما كنتو غادي تزيدوا في الكتب ديالكم ساعه الخوت هما خيبوا الظن ديالنا عاوتاني وخرجوا واحد الفيديوهات وبداو الخوت تيتعتوا على البيبليك عاوتاني الخوت مازال غادي يزيدوا فيديوهات وغادي تخرج هي تقول لك كيفاش ما بغانيش مو وانا الراجل اللي ما تبغانيش مو عندي ما ندير به وعاوتاني خاطر يقول لها لا فاتي وانا نقدر ندير اي حاجه انا قبلك شويه يقول لها لا مي ما بغاتش ما بغيتش شويه غتقول لها نمشي لتركيا شويه يقول لها ديو المهم الخوت داك الفيلم ديالهم يعني مازال غادي يطول وما غاديش تكون عنده شي نهايه الخوت اللي كتدخل العقل وشي نهايه اللي منطقيه عندك جوج الخوت راه فعلا راه زادوا فيه
واش كتشوف وحده كتقول لها الهضره وكتولي تولي تقول لها هضره اخرى هنا الخطره ما فهمناش. وباش عرفوا الخوت كتكذب عليكم قلت لك سولوني في انستغرام وجاوبوني. انا عرفتك مراه مقيده غادي تدوز الاسئله كيما اليوتيوبر الاخرين كيسولوهم الناس كيدوزوا الاسئله اللي عطاوهم الناس وكيجاوبوا عليهم. ولكن انت باش درتي داك الفيديو بقيتي غير كتخربقي. لا انا من الحامل ما نهضرش على الحامل علاش حيت كيضحكوا الناس. لا داك الزب ديال الصبح نخليوها تاني من بعد. يعني الخوت بقات غير تتقفقف وبدات داك يعني دوك يعني اش نقول لكم. يعني خذ الاسئله اللي غادي يعطيو للناس راس الخيط ودوك اللي غادي يعطيو الناس القصه الكامله والحقيقه الكامله ما بغاتش تجاوب على ديك الاسئله ولكن مشات بقات كتخور في جهه اخرى وبعادات خرجت على الموضوع. علاش حيت كون جاوبات على ديك الاسئله الخوت كان بنادم غادي يعرفها وكان بنادم غادي يعرف الحقيقه. ولكن هي ما جاوبتش حتى على شي سؤال مع دوك اللي عطاوهم دوك الناس ودوزات غير الاسئله اللي بغات. انا ما فهمتش انا ما فهمتش الخوت علاش. لازم اخوتي نشوفوا الديزلايك حتى هي راه شحال كتوصل ديزلايك. يعني بزاف ديال الانتقادات غادي يكونوا جاوبها. انا باش نعرف كي بنت ما كتكذبيش وثيقه في راسك فغادي تجاوبوا على ديك الاسئله كما بغاو يكونوا يا اسئله ايجابيين يا اسئله سلبيين كما كيديروا اليوتيوبر الاخرين. ولا كانت شي حاجه اخرى الخوت راكم عارفينها. المهم كما كنقول لكم ديما الخوت حنا دوك الناس ما حاقدينش عليهم. يعني كنخرجوا بهاد الفيديوهات هذا يعني ضد فيهم ولا لا كنحاولوا نوعيو الناس وكنحاولوا نشرحوا للبوبليك. فهذه قناه الخوت قناه طبيعيه اكسن يعني شحال هذه كنت كندير فيها محتوى ديالي. ولكن الخوت من شهر 9 لهذا الشهر هذا فانني بدلت المحتوى. اي واحد الخوت يبان فقد السيطره ولا اي واحد كيبان لنا كيدخل ويخرج في الهضره ولا كيكذب على البوبليك راه حنا الخوت كنهضروا عليه وكنبينوا الحقيقه ديالو. وهاد الناس الخوت راه ما غاديش يسالي الفيلم ديالهم وراني قلتها لكم الخوت. المهم الخوت بغيت نذكر واحد النقطه اساسيه قبل ما يسالي هذا الفيديو هذا. عندكم شي معلومات انا فاطم الزهراء ولا عندكم شي ميساج بغيت توريهم يعني تفرجوهم ها هو الانستغرام ديالي غادي نخلي ليه في هذا الفيديو هذا. دخلوا عندي الانستغرام تواصلوا معايا كتبوا شي حاجه الا عندكم شي حاجه الا بغيتوا تعبروا عليها ما قدرتوش صيفطوا لي الانستغرام. مرحبا باي واحد كما بغى يكون. وتحيه لكم ولا كنت اول مره كتشوفوا هذا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يطلع لكم اي جديد. وبيس لكم كان معكم اخوكم ايمن العثماني. بيس.